مساء الخير. البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع الشامبيونز ليج، حيث حقق فريق مالاغا الإسباني إنجاز تاريخي بتأهله للمرة الأولى بتاريخه للدور الربع نهائي، وشي من بعد تغلبه على ضيفه بورتو البرتغالي 2-0 ضمن إياب الدور الثمن نهائي من الشامبيونز ليج، وهو كان خسر ذهابا بنتيجة 0-1. مدرب مالاغا مانويل بيليغريني أعرب عن سعادته بعد اللقاء وهو بيهدئ التأهل للجمهور يلي حسب رأيه كان له الفضل الكبير بهالفوز. من ناحية تانية تأهل فريق بايرن ميونخ للدور ذاته رغم خسارته على أرضه بميونخ 0-2 أمام الأرسنال، وهو كان ربح ذهابا 3-1. مدرب الأرسنال أرسان فينجر هنأ لاعبينه من بعد اللقاء وقال لو قدر فريقه يستفيد من فرص يلي أتيحت له لكن قدر أنه يتأهل، وأضاف أنه مش من الهين أنه تلعب بميونخ وتقدر أنه تفوز بنتيجة 2-0، إشارة إلى أنه قرعة الدور ربع نهائي لهالبطولة بطولة الشامبيونز ليج رح تقام بكرة نهار الجمعة الساعة 1 بعد الظهر. بالتنس التقى حامل اللقب المصنف ثاني عالميا السويسري روجيه فيدرير بمواطنه ستانيسلاف فافرينكا بالدور الرابع من بطولة انديان ويلز. فيدرير كسب المجموعة الأولى بسهولة بنتيجة 6-3، إلا أنه بالمجموعة الثانية قدر فافرينكا من كسر إرسال فيدرير ليفوز 7-6 بعد شوط حاسم. بالمجموعة الثالثة تبادل اللاعبين كسر الإرسال قبل ما يعود فيدرير لمستواه ويفوز بالمجموعة 7-5 ويتأهل للدور ربع النهائي، حيث رح بيواجه العائد الأكبر المصنف خامس عالميا الإسباني رافائيل نادال يلي كان تغلب بدوره على اللاعب اللاتفي إرنست جولبس بمجموعتين لمجموعة بنتيجة 4-6 6-4 و7-5. كما تأهل المصنف ثالث عالميا البريطاني أندي موري للدور ذاته من بعد فوزه على الأرجنتيني كارلوس بيرلوك بمجموعتين لصفر بنتيجة 7-6 و6-4، وهو رح بيلتقي بالمصنف السابع الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، إشارة إلى أن المصنف أول عالميا الصربي نوفاتش ديوكوفيتش ربح أيضا على الأمريكي سام كوري بمجموعتين لصفر، ورح بيلتقي بالدور الربع نهائي بالمصنف الثامن الفرنسي جو ويلفريد تسونغا. وأخيرا رح نكون مع بطولة لبنان بالفولي بول XXL ليبانيز فولي بول تشامبيونشيب، وامبارح كنا مع أبرز المباريات اللي كانت عم بتصير بالمرحلة الثانية ذهابا من هذه البطولة. تنورين كان عم بيلعب ضد الهون 3-2 النتيجة، كسبة ربح على بلاط 3-0، البربارة تغلب على جيش اللبناني 3-1، والرسالة السرفاند على القلمون بنتيجة 3-2.